استهدفت مقاتلات العدوان السعودي منازل المواطنين في منطقة ضبوة في مديرية سلحان بمحافظة صنعاء، مخلفة العديد من الجرحى ودمارا في المنازل. ما زال بداخلهم دمعة وجرح غائر وصرخة مكتومة، ولا يزال الألم كائنا. بكلمة واحدة عبروا عن مصابهم بالقول: هم يريدون قتلنا لا أكثر. هذا ما حدث لأسرة الفتوح جراء قصف العدوان السعودي منزلهم في حي ضبوة بمديرية سنحان محافظة صنعاء، مخلفا 8 جرحى من المدنيين. حصل صاروخ باب الباب في ضبوه من العدوان اليهودي الهمجي الصهيوني. الصاروخ وقع باب الباب والبيت وقع طحن والبيت وقع تراب. العدوان السعودي يفتتح مرحلة جديدة من التدمير بعد عرقلته كل المساعي الرامية لحل الأزمة ووقف القتل والدمار، وذلك بتدمير أحياء مكتظة بمنازل المواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة. المواطنين يعني ليستهدفوا المواطنين، ما بيستهدف لا حوثي ولا يستهدف العفاش ولا يستهدف احد، بيستهدف هذا تشوفه. ونطالب مجلس الامن الدولي يجي والصحفيين العالمين يجوا ينظروا الجرائم التي تقع في داخل اليمن من اجل من؟ اهالي المنطقه اكدوا ان رب اسره الفتوح يعمل مزارعا ليحصل على قوت يومه ويعيل اسرته المكونه من 5 اشخاص، وليس له اي صله باي نشاط سياسي او عسكري. هذا الحارة من الناس البسطاء، المواطنين البسطاء الذي لا هم يعملون في الأرض في البناء في ال... فوقت الظهر ساعة واحدة جاءت طائرة ضربت صاروخانا، وهذا البيت كذا بيت تشوفوا آثار الدماء. هذا من أبسط المواطنين، لا مسؤول لا حتى ما هوش موظف. كل يوم من أيام العدوان يزداد أبناء الشعب اليمني صلابة وقوة، لأنهم أحرار أبطال مناضلون أخيار يحمون الديار ضد العدو الجبار. سامي الحجري، اليمن اليوم.